السلام عليكم. محاضرة اليوم هي عن storage units. قلنا سابقا ان storage devices يتم فيها عملية خزن البيانات. البيانات تخزن داخلها حسب وحدات خزن معينة. اول وحدة هي وحدة البيت اللي هي مختصر الى binary digit. refers to the smallest unit of information that can be stored in a machine. اي هي تشير الى اصغر وحدة لتمثيل البيانات داخل الكمبيوتر. هي مجرد أن تأخذ single binary value يا أما صفر أو واحد. الوحدة الأخرى اللي عندنا هي nibble اللي هي عبارة عن group من 4 bits. ثم عندنا البايت. البايت اللي هو عادة هو الوحدة الأساسية اللي مستخدمة بالكمبيوتر ميموري. هي تمثل 1 character، حرف واحد. ممكن أن يكون الكاركتر، ممكن أن يكون أرقام، ممكن أن يكون حروف سواء كابيتال أو سمول، ممكن أن يكون رموز. 1 byte هو ده يمثل ب 8 bits، يعني كل 1 byte هو 8 من البتات. بالإضافة إلى أنه الباينري كود للأبر كيس يختلف عن الباينري كود للور كيس. مثلا عندنا حرف الأي كابتل تتمثل ب 8 bit بهذا الشكل. هذا هو الباينري ريبريزنتيشن لحرف الأي، بما يعادل بالدسمال رقم 65. لو انتبه عندي هاي الثمانية بت، إذا أريد أحوله إلى ديسمال نضرب كل واحد بما يعادل يعني 1 × 2^0، إن هو أكو احتمالين هنا، اثنين قوة واحد فزائد صفر في هذا، زائد صفر في هذا، زائد صفر في هذا، إلى أن أوصل زائد 1 × 2^6 اللي هو 64، زائد 1 فيصير 65. بينما حرف الأي السمول الباينري حيتمثل بهذا يعني بهاي ال 8 بت، فهو لو تحولتها الى الدسمال تطلع حوالي 97 97، وهكذا. حرف البي حيتمثل ب 66 بي كابيتال. حرف السي حيكون 67، وبالنسبه اذا دسمال. اذا كل حرف يتمثل بي بايت اذا بالباينري من مكون من 8 bit. وحدات الخزن بشكل عام قلنا انه البت، وحدة البت اللي هي يعني مختصر لها هو حرف بي سمول، فهو ياخذ فقط قيمتين، قلنا اما 1 او 0، اما اون اور اوف. ثم عندنا البايت اللي هو بي كابيتال، وقلنا ان 1 byte هو يعادل 8 او 8 bits. عندنا وحدات، طبعا هو البايت عادة هو يعني وحدة الذاكرة مثل ما قلنا، فهو مو فقط بايت وانما يكون مضاعفات من البايت. ظهرت بعدها وحدات خزن اخرى بس يعني نسبة الى الاسم بايت. يعني مثلا ظهر عندنا الكيلو بايت اللي هو 1 kilobyte يعادل 1024 byte. يعني مثلا لو أنا قلت عندك كروم تحوي على 4 kilobyte، كم بايت بيها؟ تقول انه تضرب 4 × 1024. لو قلت لك انا اريدها مو بالبايت فقط، اريد 4 kilobyte كم بت، فتقول 4 kilobyte او 4 × 1024 حتتحول الى البايت، في 8 حتى اعرف عدد البت. وايضا عندنا بعد الكيلوبايت عندنا الميجا بايت. ميجا بايت انه اللي هو 1 ميجا بايت يعادل 1024 كيلوبايت. لو قلنا عندنا ذاكرة حوالي 5 ميجا بايت، إذا أريد أحولها إلى البايت فأدنى 5 × 1024 تحولت إلى الكيلو، في 1024 تحولت إلى البايت.
فإذا 1024 في 1024 إذا أردها بالبت أضربها في 8. ونفس الشيء بالنسبة إلى بقية الوحدات. نأتي إلى جيجا بايت، 1 جيجا بايت هو 1024 ميجا، وهكذا تيرا بايت والبيتا وإكزا بايت وزيتا بايت ويوتا بايت. نأتي إلى الكمبيوتر بيرفورمانس، تأدية الكمبيوتر. هناك عوامل اللي تأثر على تأدية الكمبيوتر اللي هي سرعة السي بي يو، حجم الرام، سرعة وحجم الهارد ديسك، عدد البروسيسز اللي تتنفذ على الكمبيوتر. كنا انه بروسيس هو البرنامج تحت التنفيذ الان، فكم عدد البروسيس اللي ممكن ان تتنفذ في ان واحد. واخر عامل هو الفيديو كارد. مثلا عندما تعرض صورة معينة او فيديو معين على شاشة الحاسوب، يجب ان يقوم شيء ما بعرضها. اذا كان الحاسوب يقوم بذلك بالاعتماد على برنامج وباستخدام السي بي يو، فغالبا ما يكون الحاسوب بطيء وسيؤثر على اداء باقي اجهزة الحاسوب، وايضا لن يتم عرض الصورة او الفيديو بشكل واضح. فيديو كارد ستعمل على تحسين اداء الكمبيوتر بشكل كبير، وتأخذ مهمة عرض الصور على الشاشة من السي بي يو الى الجرافيكس كارد. مثلا اذا اليوزر يعمل على ملفات صور كبيرة او مقاطع فيديو او جيمز، اذا يحتاج الى بطاقة فيديو عالية الجودة. الفيديو كارد عادة تستخدم رام خاصة بها وتسمى بالفيديو رام. كل ما زادت يعني زاد حجم هذه الرام، كلما زاد عدد الصور او المقاطع اللي تذكرها وتعرضها البطاقة في كل مرة. عندنا ايضا السكيورتي اند كيبينج انفورميشن سيف. السكيورتي اي الامنية او الحماية والمحافظة على المعلومات بشكل امن. الانفورميشن سكيورتي اي امن المعلومات هو مصطلح عام يستخدم لوصف جميع انواع الحماية في بيئة الحوسبة. هو ما يتعلق فقط بتأمين المعلومات من وصول غير مصرح، يعني ان شخص يطلع على معلوماتك، وانما يمنع الوصول الغير مصرح او المخول به او استخدام لهذه المعلومات، يمنع استخدام المعلومات او تعديلها او اتلافها او الاطلاع عليها من قبل شخص غير مخول. قبل ان نبدا بالحماية، اريد اعرف كيف انه الفيروس ينتقل الى جهاز الكمبيوتر. اذا نتعرف على طرق انتقال الفيروس الى الكمبيوتر. اولا عندنا التحميل او الداونلود من الانترنت. من تحمل برنامج معين من الانترنت، احتمال هذا البرنامج هو يحوي فيروس فينتقل مباشرة الى الكمبيوتر الخاص بك. البرامج المقرصنة او تبادل الأقراص مثل فلاش أنقلة من حاسبة إلى حاسبة أخرى. إذا كانت الحاسبة الأولى تحوي فيروس، فحين نقل عن طريق هذا الفلاش إلى حاسبتك. أو الاتاتشمنت اللي موجود بالبريد الإلكتروني، أي المرفقات اللي موجودة مع الإيميل، يجيك إيميل بمرفق معين، مجرد أن تفتح هذا المرفق ينتقل الفيروس إلى الحاسوب، وحتى في رسائل الإيميل نفسها. بالمستندات او الدوكيومنت يمكن ان يوجد ادنى الماكرو فيروسز اللي تكون مخفية في الوثائق والاتيادية، مثلا ملف اكسل، ملف باوربوينت. ما معنى مايكرو فيروسز؟ الماكرو فيروسز تستغل ميزة خاصة بالتطبيقات يطلق عليها بالماكروز، اللي هو انشاء برامج صغيرة تنفذ مهام معينة بتطبيقك، فيحشر الفيروس نفسه ضمن هذه المهام وبالتالي ينتقل بالكمبيوتر. الحماية من الفيروسات، شلون احمي جهازي من ان يصاب بالفيروس. اولا تنصيب برنامج الانتي فيروس،
وتحديثه بشكل منتظم. ثانياً، أن أعمل فحص للأقراص قبل القراءة منها، والأقراص يجب أن تؤخذ من مصادر معروفة. ثالثاً، تفعيل خاصية الأوتو برودكشن داخل برنامج الأنتي فيروس، حتى هذا الأوتو برودكشن يقوم بفحص الإيميلز قبل ما أن أقوم بفتح الرسائل الخاصة بالبريد الإلكتروني. احذر من رسائل البريد الإلكتروني اللي تكون من مصادر غير معروفة، خاصة إذا كانت تحوي مرفقات أو أتاتشمنت. ما أفتح أي رسالة، وإنما إذا ما يعني ما أعرف جيدا من المرسل. خامسا، متى أعمل داونلود ملفات أو برامج من الإنترنت من مواقع غير معروفة. وشكرا لحسن إصغائكم.